نقولوا مضره مش صفه ميتين مش واضح. أنا يعني برشا دول قاعدة تحاول باش تخرج الغاز الشيست، يلزموا إمكانيات كبيرة باش يخرج، هذاك علاش احنا خايفين منه، مع يقولوا باش يخرج باش نجم يعمل يضر معناها، فهمت؟ ولكن مش واضحة، يلزمها يتيد تكنيك أكثر منه، يتيد معناها كيما توا بروباغندا نتاع السياسة وناس معاه ناس ضد، نحاولوا نعملوا يتيد نتاعو صحيحة، يمكن يستحق أكثر إمكانيات تقنية باش نجموا يخرجوه صحيح معناها ونستغلوه ونجموا نبيعوه. يقولوا انه باش يعمل معناها ديزيكيليبر في الطبقات تاع الارض، فهمت؟ ما اسكو سي صحيحه الفكره والا لا؟ معناها دوي تي دي، معناتها عندنا تبارك الله طاقات في تونس كبيره، وفي العالم ناخذ شويه خبره ونحاولوا اذا كان عندنا امكانيات باطنيه سواء بترول ولا غاز بشيست ولا اي حاجه باش نجموا نخرجوها باش نجموا نعيشوا مفروض نعملوا تي دي نتاعنا وربي يجري على صلاح. لا لا اكزاكتومون انت حتى كينو يدي غاز شيست والغاز يخرجوه من كيفاش نقولوا يعملوا يكسروا هو يكسروا الحجر باش يخرجوا منه الغاز من الاخر. في تونس اللي هو ماهوش موجود تو في تونس، الغاز الشيست ما حبوش يعملوه في تونس، اما بورتورا موجود في اوروبا يكذبوا عليه يقول لك ماهوش موجود. موجود في اسكتلندا، فنلندا موجود، بريسك كل الدول الاسكندنافيه كلها فيها غاز شيست يخدموا بيه. يعني في تونس خويا احنا كل شيء محظور كل شيء ما يخدمش، ان شاء الله ربي يكونوا بعلينا ما خير من غاز الشيت. غاز الشيت معناها في الواحد كل شيء، والله الفكره اللي عندي اللي معناها سي دونجورو، فهمتني؟ كم سورس نتاع انرجي، فهمت؟ وقالوا عنا احتياطي معناها مهم وواحد كل شيء، فهمتني؟ ما فماش دوتر ديتاي، كاموفلي الحكايه، فهمت؟ مازالت ماهيش واضحه. ما عنديش حتى فكرة. لا لا ما سمعتش في التلفزيون ما سمعتش. الغاز بشيست انا واحد من الناس ضد استغلاله في تونس. ابسط حاجة بالنسبة لمعلوماتي انا كونه ثم انجكسيون معناها نتاع هواء في الحجارة الأولى. جو بونس كونه يهلك الطبقة المائية. وأم بلوس إذا كانوا هو في أوروبا بداوا يستعملوا فيه بعد مدة قطعوه معناها ولا انتردي ابسوليمون. انا جو فوا با بوكوا علاش هما يعملوا في اوروبا ويحبوا يجوا يستعملوه هنا في تونس. يقولوا انه مضر بالصحه، معناتها في بالي صار ديبا كبير في عند برشا ناس يقولوا انه مضر بالصحه، معناتها وبرشا في بالي حتى جمعيات وكل رافضينه، معناتها خصوصا الجمعيات اللي ليها بالبيئه وبالمحيط. غاز الشيست شنو؟ ما عندوش يعني سمعت بيه سوبرفيسيلمون مش موجود في تونس. اسكو يعمل في الاكستراكسيون تاعو ولا بون؟ في بالي فما محاولات حبوا يعملوا اكستراكسيون، مي فما اوبوزيسيون على حكايه الاكستراكسيون، في فما دي كونسيكونس ايكولوجيك، فما ميم دي فيبراسيون سو لي سترات يحول لي حاجه هكا. سي سا نوع من الغاز بدون مسخر هكاك واللي ممنوع في تونس، مازالوا ما حبوش يستخرجوه، واللي يضرني في الجزائر قاعدين يستخرجوا فيه. انا سمعت في الحكومه القديمه الله اعلم قالوا لي باش يوليو يستخرجوا الغاز دو شيست هذا من تونس، اما تو ما عرفش هذا وين. ديرنييرمون حكاو عليه في معناتها بعد الثوره، بل الثوره ما سمعناهوش. نورمالمون هو معناتها عندنا في القروان في بالي في السود، اما يخافوا سورتو قال لك من لي ميفي نتاعو على الانفيرونمون معناتها على المحيط، ثم بوليسيون ثم ديزيفي سكوندير نتاعو خايبين معناتها. هذاك شنو نجم نعرف عليه معناتها اون ديتاي، ما عندي حتى فكره. ثم بوليميك نعرف اللي في امريكا يخدموا فيه، معناتها في امريكا يخرجوا فيه برشا، في اللي بي ديفلوبي يخرجوا فيه. تونس بون خايفين من كيما قلت لك من معناتها من التلوث من البوليسيون من برشا حاجات. قالوا خذا عطاو لاكوري باش يبداو يخدموا. والله سي 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 بيان بور لو بي بوركوا با، معناتها راهي ما كان حاجه باهيه للدوله باش ترجع بمنفعه للدوله، معناتها بوركوا با، معناتها علاش لا؟ هذه يقولوا انه غاز ممكن يضر بالطبيعه، يبدو من اعماق الارض وممكن يسبب في تلوث الماده المائيه، فهمت؟ ولا هذا ما يقال؟ الفكره عندنا فكره شويه عليه، يعني مش فكره كبيره، فكره كمواطن عادي انه ممكن مضرته اكثر من منفعته. والله هم الظاهر انه ماشيين في التوجه هذا، يحبوا يعني يسعوا للتنقيب عليه واستخراجه.
لكن المجتمع المدني نعملوا على المجتمع المدني باش يحاول يعني يوقف ضده اذا فيه مضره، ولازم المضره تتاكد من الخبراء، مش اللي يجي يقول يعطينا شو مضرته بالضبط واذا صالح للبلاد لما لا. يخرجوه من باطن الارض يقولوا له يعني يظل 300 متر ولا 500 متر، يقولوا انه لكم في اليوم تاعو يعني عم بيسيزي دو كل في كل يعني افي افي طون في كل لا ماس تاع الماس دو لا ايش اسمه تاع الميد المائيه تفقد. قولوا اني فهمت لا ماهوش سي با ماهوش مش في صالح البشر. هذا المقريف واحد هو يعني لي ديبا صار 2012 2013 من بعد توقفوا بتاتر روش كامل هنا دانيير ما في البارح نتاع لاباس اسمه هذين ها الشط ما تكون بتاتر سي بوسيبل. اما اذا كان انا دابري مي بروب كونسيب اذا كانوا سيبين فيه يقول لي تاتينيزي بوركوا با غاز شيست واحد فيول كل بترول الاقباليه تحت الواحد تحت لي روش عند الزانكونفينيو لي زافونتاج تاع قبل الزانكونفينيو انه معناه الكوم تاعو ارخص من الكوم تاع من الغاز العادي واللي زانكونفينيون يضرب الناب تاع الماء لازمها برشا ماء. غاز شيست اللي مهدي جمع مؤخرا قال انه الحكومه ما عندهاش حتى مانع في انها معناها تسمح للشركات الاجنبيه خاصه شركه معناها كنديه باش انها تنقب على غاز شيست، هذا مؤكد بشكل رسمي. بالنسبه لغاز شيست تم منع استخراجه في عده بلدان من بينهم فرنسا ومن بينهم على ما اعتقد بلجيكا. من الاسباب اللي خلاتهم يمنعوا استخراج النوع معناها بتاع هذا النوع من الغاز انه يمس بشكل اساسي الثروات المائيه الجوفيه، لانه استخراجه يتطلب كميات كبيره من المياه